والآن مشاهدينا الكرام نتعرف معنا على أحوال الطقس والنشرة الجوية ومتابعة الأحوال الجوية مرة ثالثة وأخيرة مع آية الكفوري. شكرا لكم، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الاثنين معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل الجبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء تصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات غدا: القاهرة 20 والصغرى 11، الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، مطروح 19، 9، بورسعيد 20، 10، الإسماعيلية 20، 10، نذهب بعدها إلى السويس، العظمى 20 والصغرى 10، العريش 18، 11، طابا 16، 11، شرم الشيخ 23، 15، والغردقة 22، 14. أيضا الأقصر العظمى 24 والصغرى 9، أسوان العظمى 25 والصغرى 9، الوادي الجديد 21، 6، شلاتين 24، 12، وأخيرا حلايب العظمى 22 والصغرى 13. أما مشاهدينا على درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن.